الدنيا بعد ما تقلد الأميرات، وشقيقتها ابتسام وزوجها فؤاد قبيبو يخطفان الأنظار. إليكم التفاصيل، فتابعوا الفيديو إلى آخره. فقد أشعلت ابتسام باتما منصات التواصل الاجتماعي في آخر ظهور لها رفقة زوجها فؤاد قبيبو من قلب منطقة أوكايمدن نواحي مدينة مراكش. وقد شاركت باتما التي احتفلت قبل أسابيع بحفل زفافها صورا من رحلتها لمنطقة أوكايمدن رفقة زوجها وابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستغرام، علقت عليها بكلمة الحب. وقد ظهرت علامات السعادة على وجه ابتسام باتما التي تحرص في كل مناسبة على التعبير عن حبها لمهندس الديكور الشهير فؤاد قبيبو. أما دنيا باتما فقد فاجأت جمهورها بنشرها صور لها عبر منصة تبادل الصور والفيديوهات الإنستغرام، تظهر فيها بكامل أناقتها محاولة تقليد الأميرات بارتدائها للتكشيطة والسلهام الملكي. وقد علقت دنيا باتما على صورها بعبارة مساء الفخامة المغربية، وذلك في إشارة إلى إطلالتها الأخيرة التي تشبه إلى حد كبير إطلالات الأميرات. وتعود الصور الجديدة لابنة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء إلى حفل زفاف شقيقتها ابتسام وفؤاد قبيبو، وشهدت إطلالة دنيا باتما موجة من التعليقات لمتتبعيها الذين استحسنوا لباسها وتشبثها بالزي المغربي الأصيل. وكانت باتما قد ظهرت مؤخرا في حفل قران ابتسام على فؤاد قبيبو.